السلام الله عليكم جميعا، ومرة أخرى في قصة نمبر 16 عندي 3x squared linux. وقلنا ونعيدها بأن هذه هي يو، وما تبقى هو دي في. عندما تحضر اللين في الانتجريشن هي يو بلا أدنى شك. يو equals لين of x، then derivative du equals derivative of ln من calculus 1 هي 1 over x dx، والdv هي 3x squared dx. دعوني على ورقة خارجية أجد هذا الانتجرال، لأنه عندي هنا integration وعندي هنا integration. طبعا integration of dv هو v، و integration خلينا نشتغل هون integration of 3x squared dx. يا أحبتي ل 3 تنزل كما هي، x squared بتصير q، وكعادتي بضرب هون 1 over 3. لا أقسم على 3 وإنما أضرب ب 1 third، و 3 و 3 cancel، فمين بضل؟ x cubed. So 3x squared هذا هو الانتجريشن، واتجاه الضرب الذي أتصور أنه أصبح بدائي بالنسبة لكل واحد بتابعنا على هذه القناة. طبعا الانتجرال اسمه I equals، لما نضرب نرتب بفضل أن نكتب البرينوميال، then ln of x minus integration of x cube times 1 over x. نختصر x cube مع x، the remaining اللي بضل x squared dx. طيب عندما ننجز هذا التكامل سينتهي هذا الحل. اوكي، so we have x cube then x minus x squared، بنزيد واحد للباور، it will be to the power of 3. هذا الباور الجديد بكتب هون 1 third plus C. أحبتي شكرا لكم، وشكرا لكم جزيلا عندما تدعمونا. لا تنسوا هذا، لربما في بعد يعني عشرات الفيديوهات سأتوقف عن طلب الدعم، لأنني يعني سأفترض حسن النية، وأن كل من يتابعنا على هذه القناة لديه رغبة حقيقية في أن هذه القناة تستمر، خصوصا وبكل أمان وصدق أنني يعني أنا قمت بطباعة ملف المادة، وأنا بحله question after question without skip anything. شكرا لكم جزيلا.